عبالنا نروح staycation. بصدتي I'm so excited. And this is the bed. Oh my god. Food is here. Face mask, movie. صار الوقت نفل. Guys, welcome back to my YouTube channel. كنا عم نحكي أنا ورفقات البنات إنه عبالنا بما إنه مش قادرين نسافر هلأ نروح staycation بشي محل بلبنان هيك بس تنغير جو mentally لأنه بتعرفوا الوضع مش كتير بيساعد إنه تكونوا منيح mentally. ففوت على انستغرام وبلاقي DM من بيوفيليا اللي هو هلأ بتشوفه بس نروح قديش حلو إنه بدهم يعزموني قضي ليلة هونيك. فحكيتهم قلت لهم girls we have to go. فأولادي تحممت ولبست وهلأ بدي حضر شنطة فقلت انه بحضرها معكم. So let's start. رايحين بس ليلة واحدة. بعرف انه الشنطة شوي كبيرة لليلة واحدة بس معلي لانه بدي اخد كم صورة فجايب معي كذا outfit. اول شي رح اخده هو الاوتفيت. رح حط كل الاوتفيت على ميلي وكل شي تاني على تاني ميلي. outfit number 1, outfit number 2, outfit number 3. اوكي بما انه هالاوتفيت جداد رح اتركهم وحدهم. بيجامة هالميلة. Makeup, skincare, عوينات because I'm blind, شارجر, deodorant, parfum, مشط هيدا بدنا نحطه بحس وحده. اخذي معي فيس ماسك لأنا والبنات هيك نغنش حالنا شوي. كنزي لبكرة. وبعد بدي اخذ ترايبود ما بفتكر رح يساعد بالشنطة. اوكي. Done. وبالسكل رح احمله على ايدي رح يكون في الاشياء اللي دايما معي بلس شارجر الكاميرا و هاند سانيتايزر لأنه obviously. قبل ما نفل بدي افرجيكم اشياء جبتها من H&M هون كتير مبسوطة فيهم كل ما اشوف حدا بفرجيه اياهم فرح فرجيكم اياهم لكم كمان. اول شي جبته هو فاز كتير مهضوم. I'm so excited. تاني شي جبته عملت لكم close up تتقشعوا احسن هو هول الميجرينج ثينجيز. شوفوا شو مهضومين. وثالث شي هن هول تبع البهار وملح شكلهم مثل وجه. I think they're so cute. Yeah. اوكي صار فينا نروح. بشوفكم بس نصير هونيك وبعملكم تور هونيك وكل شي رح نعمله. Guys هلا وصلت بعملها بعد ما وصلت بس المحل بصدتي. I'm so excited. بعرف انه مبين انه I'm overreacting بس سوري بيعقد. رح فرجيك رح اعملكم a tour. من هون فتت هيدا الباب. اول شي في هون هيك little kitchen area مع little coffee station and then my so cute. اوكي okay. بعدين بالوجه في حمام. فينا نحكي عن قديش مهضوم الحمام. It's so cute. ليكو الارض. بعدين بتفوتوا and this is the bed. Excuse me, what? هيدا بلبنان. Guys, حاسة حالي بموفي. حاسة انه it's too pretty to be قدامي. بعدين في a little sitting area. شوفوا الشادوز شو حلوين طالعين. واو. Honestly, واو. وبوش كل شي في مراية وتيفي وخلينا نشوف احلى شي بالأوضة اللي هو السقف. اوكي باميلا واصلة رح حط الكاميرا هون. رح نشوف الرياكشن تبعها. What is this happening? Hello? Oh what? Oh my god. I'm sorry by the way. I'm sorry reaction تبعك. عنجد. بظن شفتوا قديش كنا محمسين فقررنا انه نعمل فول اون فوتوشوت فهلا رح نغير تيبنا ونقعد نتصور. اوكي هذا اول اوتفيت. It's a dress من كيفيلي وهيك عنده فتحة ومهضومة وهي باميلا. شوفوا جمالها. هاي. اوكي اوريدي اخذنا صورة ونسيت صور فرح حط لكم الصورة هون. Honestly I love it. I'm so excited. Guys بس بحب خبركم انه انا صرت بالبيجاما اوريدي من فوق. Party pooper. مهم هلا طلبنا اكل بس يجي الاكل بنفرجيكم وهلا رح اخذ لها صورة لباميلا لان اخذ صورتي انا. We good. في صورة تانية بدنا ناخذها بس ناخذها بكرة. It's fine. قلنا literally ساعة بركة اكتر ناطرين الاكل. انا قاعدة على الشباك عم بتفرج اذا الدليفري جاي وصل او لا. Hello. لا don't go. ما بدي. No, it's my dad. Hello. Guys, food is here. هيدا لإلي. It's a salmon poke bowl. وهيدا شو هي؟ Chicken salad? Yes. Because gains, because protein. Let's eat. Yeah.
قطع شي ساعة انطفت الكاميرا فشوي شرشت البطارية وهلأ طلبنا ستاربكس. anyway طلبنا كراميل ماكياتو. انا يجلي بطلبها مسقعة بس شوي سقعة هلأ فهيك طلبنا شي سخن بس ما بقدر اتخطى قد الأوضة حلوة. شي كتير مالديف يعني. كي باي. حاسة انه هيدا الفلوغ كله اكل. هتلا نحط ميوت. جبنا عشا هلأ. صرنا بس انا وباميلا. يوم. اوكي هلأ فرجيكم العشا بس هفرجيكم ديزرت. اول شي جبنا افوكادو ايس كريم بيجي مع هوني. اوكي وجبنا كل وحدة افو تشيكن. كتير بتشح صراحة. يلا let's eat. رح نعمل فيس ماسك. غسلنا وجهنا. فرح اقريلك شو هن تتقرر اي بدك. اوكي. فيشل ليفتنج ماسك. انتي شاين. بلاك هيد. وايتنينج. Super moisture. I think I need super moisture. Super moisture. Yeah. أنا عم فكر أعمل facial lifting. حطيتها شعري. Oh no. أوكي رح كمل حط هيدا بالحمام كس آي. ما بعرف حطه هون. كتير حلو هيك face mask و movie. عن جد حاسة حالي مسافرة. إنه ماني حاسة حالي بلبنان. خلصنا السكين كير روتين. هلأ حناكل بوزة وبعدين رح ننام. فبشوفكم بكرة. Good night. Good morning. قد الساعة؟ كنا حاطين ألارم تنوع 8 تن هيك ناخد أكتر صور بالضو قبل ما نفل بس ما وعينا على الألارم. ما بعرف إذا دق أو لا. بلس غيروا الساعة فخسرنا ساعة. فرح نشرب نسكافيه هلأ لأنه ميتين. ياي. جايز تحولت. رح ناخد صورة هلأ. رح حطيلكم inspiration picture هون ورح فرجيكم كيف رح ناخدها لأنه ما عنا حدا يصورنا. ما بتصدق قد كان صعب انه ناخد هالصورة. هلا رح نتروق. هيدي لبنة وهيدي موتزاريلا. صار الوقت نفل. It's okay. اوكي جايز صار وقت نفل. بس اوصل على البيت بعملكم a full review عن رأيي عن المحل واذا بنصحكم تجوا او لا. So yeah. صرنا نهار الثلاثة. نسيت سوي ريفيو بس رجعت على البيت نهار الأحد فهلأ رح أعطيكم the full review. أول شيء كتير كوزي الأوضة. كتير خرج هيك تروحوا ترتاحوا نفسيا مع إنه المحل ببيروت بتفكروا إنه رح يكون ضجة بس ما إنه ضجة. ما كان في أصوات فهذا كان كتير منيح. تاني شيء obviously كديزاين وستايلينج شفتوا قديش حبينا أنا وباميلا المحل لأنه عن جد بيسطل. في ثلاث أشياء صغار كنت بفضل يكونوا شوي أحسن فرح لكم شو هن. الواي فاي منه كتير منيح. التي في منا سمارت تي في فما قدرنا نحضر نتفليكس حضرنا على التليفون. وكنت افضل يكون في شوية سناكس لانه كل شي طلبناه دليفري من برا. كان في بس بالأوضة 2 شاي و 2 انانة مي. بس اكيد اكيد بنصحكم تروحوا. thank you so so much لبيوفيليا. this was much needed. كتير حبينا المحل انا وباميلا. و thank you so much for watching. اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. وإذا عبالكم جرب غير محلات كمان حطولنا يهم بالكومنتس وبشوفكم next week. bye.